هذه نشرة العاشرة صباحا وفي عناوينها: انقلاب عسكري في بوليفيا وسط صمت دولي، وموراليس يعلن تنحيه حفاظا على السلم الأهلي. مادورو يتهم منظمة الدول الأمريكية بالوقوف خلف الانقلاب في بوليفيا، وتسجيلات تظهر تورط شخصيات من الإدارة الأمريكية. كتائب حزب الله العراق تؤكد وجود أدلة على تدخل واشنطن في التظاهرات لزرع الفتنة، والخارجية الأمريكية تدعو بغداد إلى إجراء انتخابات مبكرة. دعوات في لبنان إلى الاعتصام أمام المصرف المركزي اليوم في بيروت بالتزامن مع مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف. الرئيس السوري يرى في مسار جنيف خدعة أمريكية لتحقيق مكاسب فشل في تحقيقها بالتظاهر والإرهاب. أنصار الله تؤكد قدرتها على استهداف إسرائيل، وتشدد على أن الحرب على اليمن هي لمصلحة إسرائيلية أمريكية لا سعودية. أهلا بكم. انقلاب عسكري في بوليفيا رافقه صمت دولي وتواطؤ أمريكي بدأت معالمه تتضح. لم ينتظر الزعيم البوليفي إيفو موراليس كثيرا قبل أن يعلن تنحيه، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا التنحي هو حماية السلم الأهلي في البلاد. موراليس الذي فاز في انتخابات ديمقراطية عامة أعلن في بيان تنحيه وبيان تنحيه أنه لن يغادر البلاد، بل سيواصل الدفاع عن مصالحها، وهو الذي أنجز مشاريع اقتصادية أسهمت في تحقيق تطور اقتصادي كبير لبلاده. إلى إخواني وأخواتي في بوليفيا وفي العالم بأسره، أود أن أبلغكم من لاوكا. أنا هنا مع نائب الرئيس ووزيرة الصحة، وقد قررت بعد الاستماع إلى أصدقائي في اتحاد الحركات الاجتماعية ومركز العمال البوليفيين، وكذلك الاستماع إلى الكنيسة الكاثوليكية، قررت تقديم استقالتي من منصبي كرئيس لبوليفيا. وسائل إعلام بوليفيا كشفت قبل أيام وجود 16 تسجيلا صوتيا مسربا لأعضاء في الكونغرس الأمريكي مع قادة المعارضة الذين دعوا إلى الانقلاب. إذاعة إيربول كشفت أن السيناتور مارك روبيو وبوب مانديز وتيد كروز حافظوا على التواصل مع المعارضة البوليفية بهدف تغيير النظام في بوليفيا. وأكد التورط محافظي كوتشامبابا مانفريد رياس فالا الذي اتهم بالفساد عام 2009 وهرب إلى الولايات المتحدة في المؤامرة. ومن بين المتورطين أيضا موريسيو مونيوز وضباط سابقون في الجيش. وكان قائد الجيش البوليفي ويليامز كاليمان دعا إلى استقالة موراليس، وفي حديث إلى الصحفيين أشار إلى أن الجيش يتعامل مع رد فعل عنيف متزايد بشأن الانتخابات. بعد تحليل حالة النزاع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية والسماح باستعادة السلام والحفاظ على الاستقرار لصالح بوليفيا. النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ البوليفي وهي من المعارضة اليمينية تولت رئاسة البلاد، فيما عرضت المكسيك اللجوء على الرئيس البوليفي إيفو موراليس بعد الانقلاب العسكري. وزير الخارجية المكسيكي مارسيليو إبرارد أشار إلى أنه تم استقبال ما لا يقل عن 20 مسؤولا من إدارة الزعيم موراليس في سفارة المكسيك في لاباز. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفي بيان متلفز عبر الهاتف اتهم منظمة الدول الأمريكية بالمشاركة في الانقلاب على حكومة موراليس. إيفو كان دائما شخصا جيدا قانونيا ودستوريا، يبحث دائما عن الحوار والسلام. دعا منظمة الدول الأمريكية وكل القطاعات إلى المراقبة. منظمة الدول الأمريكية لم تستطع الكشف عن خرق واحد وطعنت إيفو من الخلف. هي المنظمة نفسها التي أيدت جميع الانقلابات في أمريكا اللاتينية لمئة عام، هي جزء من هذا الانقلاب. من بيروت تنضم إلينا مديرة موقع الميادين إسبانول وفيقة إبراهيم. صباح الخير وفيقة. إذا بداية نعود لنطلع على آخر المستجدات التي نطلع عليها منك تقريبا،
كل ساعة. كان آخر الأخبار هي حول هجوم على بيت الرئيس موراليس فعليا، وهناك أيضا دعوات لقبول اللجوء السياسي فعليا، يعني أنه هناك دعوات من بعض الدول للرئيس ولمساعديه ربما ولفريقه وعدد من المسؤولين ليذهبوا ويكونوا في حالة لجوء سياسي عند بعض الدول خوفا عليهم. نريد أن نفهم آخر المستجدات لو سمحتي. نعم فوتون، بصراحة لا أحد يعرف أين هو الآن الرئيس إيفو موراليس، لا أحد يعرف، هم يبحثون عنه، ولكن هناك عمليات مقاومة أو تصدي للجيش وللشرطة ولأيضا لمجاميع المعارضة اليمينية التي تنكل في بعض المناطق بالسكان الأصليين. يعني الإعلام لم يستطع حتى هذه اللحظة من يعني عكس حقيقة فعلا ما يتعرض له الناس على الأرض هناك، خاصة وأن الإعلام الرسمي أصبح يعني في أيديهم قبل يومين من تحقيق هذا الانقلاب. في حالة من التضامن العارم والدعم العارم للشعوب الأصلية في بوليفيا من قبل كل دول أمريكا اللاتينية كشعوب أتحدث، والحكومات التقدمية، وخاصة وأن يعني في حالة ذهول، لأن هذه العودة للانقلابات العسكرية إلى أمريكا اللاتينية وخاصة بعد خيانة القوات المسلحة وترك البلاد للفوضى، عمليات نهب اضطهاد تنكيل بالمسؤولين إلى آخره، يعني حتى إحراق المنازل، يعني اليوم لا توجد سلطة قانون في بوليفيا، حتى بالرغم من أنهم قالوا أن النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ وهي من اليمين ستتولى رئاسة البلاد. من هي هذه؟ من يعرفها؟ من قال أنها تستطيع؟ من قال أن الدستور يسمح بذلك؟ يعني هناك حالة غموض وفقدان للبوصلة. هذه المأساة، يعني وخاصة أن لويس كاماتشو وهو زعيم المعارضة يتصرف وكأنه هو زعيم الأوحد للانقلاب. هذه المأساة البوليفية بصراحة هي درس يجب أن يكون. يعني هل هو يشكل رأس الحرب الآن داخليا؟ هو الواجهة المعروف، ولكن من خلفه يعني توجد مراكز كما يعني يعرف الجميع أن ما حصل في بوليفيا هو فعلا درس على شعوبنا وعلى القوى السياسية الشعبية والمقاومة تعلمها وتسجيلها في وعينا. يعني برأيي نحن أمام كتيب دليل كيف عنوانه كيف تقوم بانقلابات معدلة ومتطورة وأكثر خبسا. يعني نجحنا كيف يعني شاهدنا كيف نجحوا في تطبيقها. كان يجب ربما دراسة والتقاء، يعني التقاط إشارات كانت تنشرها مختلف الوكالات الأمريكية والمتحدثين باسمها متنكرين غالبا في صورة أكاديميين وصحفيين، يعني يسلطون الضوء دائما في هذه الكتابات بداية على تدمير سمعة القائد. اليوم هم يدمرون سمعة هذا القائد النبيل وكل ما أنجزه للشعب البوليفي. أشكرك مديرة موقع الميادين إسبانول وفيقة إبراهيم، كنت معنا مباشرة من بيروت. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها مبادرة الأمم المتحدة لوقف ما وصفته بالعنف ضد المحتجين في العراق وإجراء انتخابات مبكرة. بيان للبيت الأبيض قال إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تستنفد إيران مواردهم وتستخدم المجموعات المسلحة وحلفائها السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بحسب البيان. الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني حمل الولايات المتحدة مسؤولية كل الآثار السلبية الناتجة عن احتلالها العراق والسماح بتدميره، مؤكدا في مقابلة مع الميادين ضمن برنامج من العراق وجود أدلة ملموسة على تدخل الأمريكيين في التظاهرات لزرع الفتنة. هنالك أدلة فنية يعني ملموسة لدى المقاومة على تدخل الأمريكان سببا بعد انطلاق هذه التظاهرات.
وأرادوا حرفها باتجاهات متعددة. أرادوا أن يزرعوا فتنة ما بين الأجهزة الأمنية والحشد من جهة وما بين الشعب العراقي، وأرادوا أن يقنعوا، يعني قنواتهم ذهبت باتجاه أنه من نفذ عمليات القنص والقتل باتجاه مظاهر هم الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، ونسوا أن العراقيين لا زالوا يحفظون للحشد والمقاومة والأجهزة الأمنية أنهم بالأمس سالت دماءهم دفاعا عن هذا الشعب. فلا يمكن لعاقل أن يقبل أن بالأمس يدافع عن شعب واليوم يرفع بندقية باتجاه هذا الشعب. دخلوا باتجاه أو زجوا باتجاه عناصر لخلط هذه الأوراق، لكن العراقيين أوعى بكثير من هذه المخططات ومن نفذ هذه المخططات، ورفضوا كل هذه الأساليب، وبات واضحا أن هنالك طرفا ثالثا. ترى أن الآن حتى المتظاهرين كلهم بكل أصنافهم، يعني سواء كانوا في بغداد أو في محافظات أخرى، يتحدثون عن المطالبة من هو الطرف الذي نفذ عمليات القنص، والحكومة قادرة على كشفها. الحسيني قال إن الحركة في الشارع هو نتيجة تراكمات وأخطاء سياسية، مؤكدا أن المقاومة العراقية جزء من التظاهرات التي تشهدها البلاد. ندعم حق التظاهر، وأيضا ندعم المطالب الحق التي خرج بها المتظاهرين، ونحن نقف إلى جانبهم بهذا الأمر، بل صوتنا إلى جانب صوت المتظاهرين. لدينا حضور لا نقول بشكل واضح ميداني، لكن جمهور المقاومة حاضر في هذه التظاهرة، وحتى أن المقاومة قدمت ما قدمته للمتظاهرين لإعانتهم على أن تكون هنالك تظاهرات سلمية واقعية على الأرض بعيدة عن الاحتكاكات مع الأجهزة الأمنية، وأيضا تجنبهم المندسين والمآرب الأمريكية في داخل هذه التظاهرات. الحسيني أكد أن لفصائل المقاومة العراقية والحشد دورا في حماية الحدود غير مرتبطا بما يجري من تظاهرات في بغداد وغيرها من المحافظات. ما يجري الآن من يعني حراك موجود في الساحة قطعا هو جزء من المخطط الأمريكي، هذا يعني ترك أمنيا بشكل يعني كبير إلى الأجهزة الأمنية المختصة لتحافظ عليه، لكن واجب فصائل المقاومة الحشد الشعبي ظل على الحدود العراقية وظل يراقب العدو الأول والأساسي هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ومنع توسعتها أو إيجاد مساحة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة. إلى الآن نحن نراقب هذه التحركات، وأيضا نعمل على الحدود لضبط الحدود العراقية حتى لا تكون هنالك ثغرة. التواجد على يعني على الحدود وهو الهدف الأمريكي الذي أرادوه منذ فترة بإبعاد فصائل المقاومة والحشد الشعبي عن المناطق الحدودية والانكفاء إلى الداخل سواء كان في محافظة الأنبار أو محافظات أخرى، هذا لن ينالوه. وحتى لو حدثت هذه الإشكالات التي حدثت في يعني في داخل بغداد أو في محافظات أخرى، هذا لن يجر هذه الفصائل. من بغداد ينضم إلينا مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. عبد الله صباح الخير. إذا نبدأ بالمشهد في الميدان، ما هي آخر تفاصيله؟ نعم فتون، بالنسبة للتظاهرات في الميدان ربما الأبرز في محافظة النجف بعد إغلاق مديرية تربية النجف، وكذلك في محافظة بابل مديرية التربية، وواضح جدا أن التحركات يراد لها أن تعتمد بشكل أساس على حركة الطلبة باعتبارهم يمثلون جموعا يمكن أن تشكل تحشيدا كبيرا في ساحات التظاهر في العاصمة بغداد أو في محافظات الوسط والجنوب، لكن حتى هذه اللحظة التركيز في بابل وفي محافظة النجف التي تشهد اليوم أيضا زيارة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، يتوقع أنها تلتقي في الأثناء المرجع الديني السيد علي السيستاني لبحث هذه التطورات، واللقاء طبعا هو في مكتب السيد السيستاني في المدينة القديمة. بالنسبة للعاصمة بغداد، يوم أمس وبعد احتراق مبنى دائرة الكاتب العدل في منطقة الباب الشرقي، طبعا كانت سماء بغداد مزدحمة بالدخان الأسود بفعل الحرائق وبفعل الإطارات التي عمد إلى حرقها، وكذلك بفعل القنابل الدخانية التي استخدمتها القوات العراقية من أجل تفريق المتظاهرين الذين حاولوا مرارا خلال الليل عبور الحواجز الإسمنتية التي وضعتها السلطات العراقية في ساحة الخلاني، والتي كانت تهدف لعزل ساحة الخلاني عن ساحة التحرير. ووفق السلطات الأمنية العراقية فإن الهدف الأساس من وضع هذه الكتل هو لإرسال رسالة طمأنة بأنها بالفعل لا نية لديها لفض الاعتصام بالقوة. في محافظة البصرة لا تزال التحركات في منطقة المعقل، وفي محافظة ذي قار هناك قرابة 120 حالة اختناق وتدافع بفعل محاولة القوات في تلك المحافظة تفريق المتظاهرين في مركز المحافظة وكذلك في أبرز أقضيتها في سوق الشيوخ. طيب، هذا في المعطى الميداني، بيان الخارجية الأمريكية والدعوة فعليا لانتخابات مبكرة
في العراق، كيف قيمتها الأطراف العراقية؟ نعم فتون، بالنسبة لبيان البيت الأبيض حتى هذه اللحظة ما من موقف رسمي عراقي للتعليق على ما صدر من دعوة الانتخابات المبكرة. في طبيعة الحال البيان هو دعا للسماع لصوت الشارع العراقي والبدء بانتخابات مبكرة كما وعد الرئيس صالح، هكذا قال البيان. وحقيقة التظاهرات هي لم تطلب انتخابات مبكرة، ربما طالبت بإسقاط النظام، ربما طالبت بإسقاط الحكومة، لكن هذا هو طبعا وفق تقديرات كثيرة هو محاولة الاستثمار الأمريكية لهذه الجموع. هنا طبعا كان التخوف من أن الجموع كبيرة والجموع غاضبة وبلا قيادة، لا قيادة واضحة ولا قيادة تتواصل مع الحكومة أو مع الأطراف السياسية، وبالتالي الفرصة مواتية لأن يتم استثمار هذه الجموع وتحويل الغضب الذي حركها غضب الخدمات والغضب على البطالة والغضب على المحاصصة وكذلك على آليات أدت لعمليات إفساد كبيرة، هذا الغضب تم استثماره وفق مراقبين لأن يتم توجيهه باتجاه إيران من جهة، وكأن هذه الجموع هي خرجت بالضد من إيران فقط، ولا نداء لها لجهة الإصلاح ولا نداء لها لجهة القضاء على البطالة أو لجهة الانتخابات المبكرة. وحقيقة الأمر حتى المتظاهرين ربما وصلوا إلى أقصى مدى بالدعوة لإسقاط النظام والدعوة لإسقاط الحكومة، لكنهم لم يطالبوا بانتخابات مبكرة. وعمليا في الشارع يعني هناك شيء مهم فتون، هو أن الشارع العراقي حتى هذه اللحظة وحتى الحكومة العراقية أو من اشترك في تأليف هذه الحكومة ليس معنيا إن صدر بيان من البيت الأبيض وكان هناك موقف قد سبقه من بيت السيد علي السيستاني، على اعتبار أن السيد علي السيستاني لجهة الدعوة لانتخابات المبكرة أو لجهة إسقاط الحكومة أو إقالتها لم يعلق، اجتازها، وضع خارطة الطريق فسرتها القوى السياسية التي ساهمت بتأليف الحكومة كما تراها تفسيرا ينطبق على شرح يؤدي إلى أن الحال يكون عبر الحكومة فتون ولا نية لانتخابات مبكرة. وعمليا الواقع على الأرض لا دعوة لانتخابات مبكرة من قبل الشارع العراقي، هناك تطورات لجهة مواقف القوى السياسية السنية والقوى السياسية الكردية، بمعنى الدعوة لانتخابات مبكرة عمليا فتون لا تعنى بها القوى الكردية ولا السنية، هي تجد نفسها غير ملزمة بأي حراك أصلا في الشارع، لأن القوى السنية والكردية ترى أن الحراك هو حراك الشارع الشيعي ضد القوى الشيعية، وبالتالي القوى السنية تريد البقاء على حصصها الوطنية واستحقاقها الوطني، القوى الكردية تريد البقاء على حصصها واستحقاقها الوطني، لا تريد المس بحصص وتمثيل المكونات، وبالتالي الدعوة للانتخابات المبكرة هو ليس مطلبا لم يكن في الشارع ولا هو مطلب القوى السياسية العراقية، وإنما هو يعني محاولة كما يرى مراقبون محاولة الاستثمار الأمريكية في لحظة مناسبة لتحركات الشارع العراقي. أشكرك كل الشكر عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، كنت معنا مباشرة من هناك. المطالب المتعددة التي يرفعها المتظاهرون في العراق جعلت البرلمان أمام مسؤولية مباشرة لحسمها لكون معظمها بحاجة إلى تشريعات قانونية وفق الدستور. محمد الفهد. السلطة التشريعية الأعلى في العراق على خط أزمة التظاهرات وفق الدستور، فمن تحت قبة البرلمان ستخرج القوانين والقرارات والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وغيرها، جوهر ما يريده الشارع في احتجاجاته المستمرة منذ أيام، ما يعني تحول الثقل الأكبر من بيت الحكومة إلى ممثلي الشعب والكتل السياسية. اليوم الكتل السياسية والبرلمان العراقي هو صاحب المسؤولية الكبرى أكثر من الحكومة، من يتحمل مسؤولية إقرار القوانين والقرارات، لأنه القرارات تحتاج إلى تصويت وتحتاج إلى قراءة أولى وإلى قراءة ثانية وتحتاج إلى استناد على المواد الدستورية. تراكم الخلافات السياسية وانقسام الحلفاء وتقاربهم وتبعات تضارب المصالح وتقاسم المناصب، جملة عوامل أسهمت في تدني الخدمات وتقييد العاملين في السلطة التنفيذية وفي فسح المجال أمام هدر المال العام منذ عقد ونصف، هكذا يقول المراقبون في تحليلهم للمشهد العام في العراق. أعضاء هذا المجلس يعني وفي هذا الوقت تحديدا مع وجود تظاهرات ينتمون إلى الأحزاب، إذن البرلمان لم يخرج إلى أن يكون هناك قوانين ومشاريع قوانين
خالصة بعيدة عن التحزب السياسي والمحاصصة الطائفية. ولأن البرلمان مكون من أعضاء غالبيتهم تنتمي إلى الكتل السياسية والأحزاب المتهمة بالتقصير، فإن مهمة ممثلي الشعب قد لا تخلو من مطبات سياسية ستفرزها الخطوات الإصلاحية المرتقبة. الحكومة العراقية على ما يبدو نقلت الأزمة من ساحتها إلى ملعب البرلمان عبر حزم إصلاحية غالبيتها تحتاج إلى تشريعات قانونية، وتاليا فإن ممثلي الشعب في المجلس النيابي في مواجهة مباشرة مع الشارع لتلبية مطالبه. محمد الفهد، بغداد، الميادين. دعا المتظاهرون في لبنان إلى اعتصام حاشد اليوم أمام المصرف المركزي بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاكم المصرف رياض سلامي قبل الظهر. هذا وتواصلت التظاهرات أمام المرافق العامة ومنازل عدد من السياسيين. وفي صيدا نفذ عدد من المتظاهرين اعتصاما أمام مكتب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث رددوا هتافات تتهمه بالفساد واستغلال المالية العامة للدولة. كما ردد المتظاهرون هتافات ضد حاكم مصر في لبنان. من صيدا في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الميادين جمال غربي. صباح الخير جمال، نريد أن نقف مباشرة عند المشهدية في صيدا اليوم، كيف يبدو الشارع هناك؟ ماذا عن ساحة إليا؟ وأيضا ماذا عن تجمع يمكن أن يكون في أثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقده رياض سلامي؟ نعم، صباح الخير فتون. نحن حاليا يعني في عرض البحر في مدينة صيدا، هي المرة الأولى التي يدخل الحراك في هذه التحركات باتجاه يعني البحر، وتحديدا باتجاه الصيادين الذين كان وفد منهم في الأمس في ساحة إيليا، وطلبوا أن يكون هناك حراك لهؤلاء الصيادين في مدينة صيدا من خلال مسيرة بحرية تجوب يعني عذرا للمقاطعة، نحن الآن نتابع مسيرة احتجاجية بحرية. نعم، نحن نتابع الآن مسيرة احتجاجية بحرية لصيادي الأسماك في هذه المدينة، والتي انطلقت من مرفأ المدينة باتجاه ما يعرف يعني في مدينة صيدا الزيري والشواطئ المحيطة أو الشواطئ التي تطل عليها المدينة. عناوين عديدة يعني عناوين عديدة يحملها هذا التحرك للصيادين، وخصوصا أن صيادي الأسماك ليس فقط في مدينة صيدا، في لبنان، بأنهم حتى هذه اللحظة لا يستطيعون الدخول يعني إلى الضمان الاجتماعي. وما يميز يعني صيادي الأسماك في مدينة صيدا أن قضيتهم يعني منذ العام 1975 ربما هي ميزة سلبية، أن من العام 1975 كانت الشرارة الأولى لانطلاق الحرب الأهلية من خلال اغتيال الزعيم الناصري معروف سعد، الذي كان على رأس تظاهرة مطلبية لصيادي الأسماك في مدينة صيدا احتجاجا على سياسات الحكومة آنذاك، إضافة إلى أمور كثيرة ومعاناة كثيرة لهؤلاء الصيادين الذي تبدأ معاناتهم مع حلول فصل الشتاء، وما يعانوه يعني من أضرار في شباكهم وعدم استطاعتهم الخروج من الميناء باتجاه عرض البحر يعني للصيد. فيما يتعلق بأجواء يعني ساحة الاعتصام في مدينة صيدا وتحديدا عند تقاطع إيليا، ليس هناك حتى هذه اللحظات أي تحركات، باستثناء يعني بانتظار ما ستقول إليه كلمة حاكم مصر في لبنان وما ستكون الوجهة، وخصوصا أن هناك دعوة للتجمع يعني مساء اليوم كما هو العادة في عند تقاطع إيليا. وفي نفس الوقت يعني فان التصعيد على مستوى التحركات الشعبيه في المدينه وفي باقي المدن اللبنانيه يوم الثلاثاء سيكون محور يعني النقاشات والحوارات بين اعضاء الحراك في مدينه صيدا، وكيف سيكون شكل هذا التصعيد، وخصوصا ان يوم الثلاثاء سيكون هناك جلسه في مجلس النواب اللبناني لاقرار عده قوانين وتحديدا يعني قانون العفو العام. ولكن يعني هناك اجماع حتى هذه اللحظات على امر هام في المدينه، الا وهو عدم قطع الطرقات واستمرار التحركات وان كانت تصاعديه، واستمرار التحركات وان كانت تصاعديه ولكن بشكل سلمي. نعم، اشكر كل الشكر جمال الغربي مراسل الميادين، كنت معنا مباشره من صيدا جنوب لبنان.
حمل النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله المصرف المركزي وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية العمل على معالجة التفلت في أسعار صرف العملة وغلاء أسعار السلع. مثل ما استخدموا موضوع الاقتصادي، اليوم في حدا عم يستخدم موضوع العملة ومسؤولية المصرف المركزي ومسؤولية حتى الحكومة المستقيلة. مش إذا الحكومة استقالت أنه بيقعدوا ببيوتهم، لا، أنا اليوم بتحملوا مسؤولية. في مسؤولين في هذه السلطة وفي قضاة في هذه السلطة القضائية وفي مصارف وفي مؤسسات لا تزال تتعامل مع الأزمة الحالية بالعقلية الماضية. كيف نهرب؟ كيف نضيع وقت؟ كيف نضحك على الناس؟ كيف نلعب على الحبال؟ كأنه ما نحن شايفين هذا المشهد الشعبي وهذه التحركات الحقيقية الصادقة. مستمرون بتقديم العاشرة صباحا وفيها بعد فاصل قصير. شرق أستراليا يعلن حالة طوارئ لمواجهة حرائق كارثية. من جديد مرحبا بكم. نفى الرئيس السوري بشار الأسد وجود أي علاقة بين أي مؤسسة سورية وأي مؤسسة في الولايات المتحدة. وخلال لقاء على قناة روسيا اليوم الإنجليزية جدد الأسد تأكيده أن دمشق ليست جزءا من عملية قتل البغدادي، معتبرا أن المشكلة مع واشنطن أنها تخوض حرب بقاء لأنها تفقد هيمنتها في المنطقة. وأشار الأسد إلى أن أكثر من 100,000 جندي سوري استشهدوا أو جرحوا في الحرب السورية، معتبرا أن مسار جنيف خدعة أمريكية تقوم على أن يكسبوا بالسياسة ما لم يستطيعوا كسبه من خلال التظاهرات أولا ومن خلال الإرهابيين لاحقا. قال رئيس حركة البناء الوطني والمرشح للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن جرينا إن سوريا جزء مهم في المنظومة الإقليمية والأمة العربية والإسلامية وحليف استراتيجي للجزائر. وفي حوار مع وكالة سبوتنيك شدد بن جرينا على أنه إذا فاز في الانتخابات فسيعمل جاهدا ليس فقط لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية بل لقيامها بدور مهم في مستقبل المنطقة. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن اليمن أصبح قادرا على الرد على أي عدوان إسرائيلي. وفي حديث إلى الميادين قال البخيتي إن لليمنيين القدرة على استهداف أي مكان داخل الكيان الصهيوني بعد أن نجحوا في ضرب العمق السعودي. طبعا تصريحات نتنياهو قد تكون مقدمة لممارسة عدوان مباشر على اليمن، لذلك كان لابد من الرد على مثل تلك التصريحات بأن أي عدوان إسرائيلي على اليمن سيتم الرد عليه، خصوصا وأن اليمن قد أصبحت قادرة على تنفيذ مثل هذه الضربات لأهداف إسرائيلية حساسة. لذلك عليهم أن يعني يحسبوا ألف حساب قبل الإقدام على أي خطوة لممارسة العدوان على اليمن. هذا يعني أن اليمن قد أصبحت تمتلك قدرات صاروخية وجوية كافية للوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وطالما وأنها قادرة إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية فبإمكاننا استهداف أي نقطة في ذلك الكيان، وقد أثبتنا هذه القدرة من خلال استهدافنا للعمق السعودي. ماذا يعني تهديد السيد الحوثي ورده على التهديدات الإسرائيلية؟ وما معنى تبادل الجانبين التهديد؟ وما هي أبعاد ذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة؟ هبة محمود. الموت إسرائيل. كلازمة مع كل صاروخ تطلقه القوات المسلحة اليمنية وقبل أن يسمع صوت السلاح تسمع عبارة الموت لإسرائيل. لم يطلق زعيم حركة أنصار الله السابق حسين بدر الدين الحوثي هذا الشعار إلا لأنه متجذر في الإيديولوجيا اليمنية القائمة على رفض القبول بالوجود الإسرائيلي. هذه المرة يخرج عبد الملك الحوثي ليطلق خطابا
هو للمرة الأولى تحذير واضح وتهديد صريح لإسرائيل باستهداف مواقع حساسة جدا في حال فكرت في الاعتداء على اليمن. في الواقع التهديد اليمني هذا سبقه تهديد إسرائيلي، إذ اتهم نتنياهو صنعاء بالإعداد لهجمات ضد إسرائيل. لم يمر تهديد نتنياهو لليمن بسلام، لقد لاقى آذانا صاغية وسواعد مرفوعة ضد إسرائيل. صحيح أن الحوثي تحدث أكثر من مرة سابقا عن تورط إسرائيل في الحرب على اليمن وشراكتها فيها، لكن تصريحات نتنياهو قرأت بأن إسرائيل قررت الخروج من وراء الكواليس والدخول إلى المسرح مباشرة وربما عبر ضربة استباقية. كان يمكن للحوثي تجاهل التهديد الإسرائيلي، فهي كثيرا ما تهدد، ولكن أن يختار الرد بل وأمام حشود هائلة من اليمنيين، فيعني أن أطر معادلة الردع تتوسع، ويعني أن اليمن وصل إلى مرحلة متقدمة في امتلاك أسلحة الردع القادرة على الوصول ليس فقط في شبه الجزيرة العربية، ولكن أيضا خارجها وصولا إلى الأراضي المحتلة. والحديث هنا ليس عن تطور السلاح الجوي فحسب، وإنما عن سلاح البحرية اليمنية أيضا. وإذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا. وكما تعامل اليمنيون بجدية مع التهديد الإسرائيلي، كذلك فعل الإسرائيليون مع التهديد اليمني. إعلامهم يحلل ويستنتج ويتابع ويربط دوائر الأحداث بعضها ببعض ويسأل: هل نحن حقا بحاجة إلى تهديد إضافي من اليمن بعد سوريا ولبنان والعراق وإيران؟ الموت لإسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن لدى إسرائيل علاقات وهي تتعزز مع 6 دول عربية على الأقل. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما خطوة بعد خطوة بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا لكنه سيتحقق. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية موافقة الحركة على إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية، حيث اعتبر هنية في لقاء مع الفصائل عقد في غزة أن حركته قدمت الكثير من التنازلات من أجل إنجاح الانتخابات. تقرير أحمد شلدان. بدعوة من حركة حماس، شاركت الفصائل في اجتماع حول آخر تطورات الانتخابات الفلسطينية. رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أكد جدية حركته في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني. قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ويليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة. رسالة الأخ أبو مازن نصت على أن الانتخابات تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل. كرمال وطننا قلنا بأن هذه لن تكون عقبة أمام الانتخابات. الفصائل المشاركة في الاجتماع اعتبرت أن تهيئة المناخ الإيجابي شرط لنجاح الانتخابات. كل النقاشات بإطار إيجابي يدفع هذه الانتخابات قدما وعلى قاعدة كيف فكفكت كل التعقيدات وإلا نجعل من أي خطوة عقبة في طريق عدم إتمام الانتخابات. الانتخابات في غزة والقدس والضفة، وتكون معركة القدس معركة مفتوحة مع الاحتلال من أجل إجراء هذه الانتخابات، وأي انتخابات دون القدس أو غزة والضفة لا شرعية لها. وخلال الاجتماع استعرضت حماس ورقة قدمتها حركة المبادرة الوطنية حول تهيئة الأجواء والحريات العامة، حيث أكد هنية أنها تشكل مدخلا جيدا لتوفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات. سعي الفصائل لتذليل العقبات لإجراء الانتخابات وتأكيد حركة حماس استعدادها لقبول النتائج وتقديمها ما قالت إنه تنازلات يراه الشارع الغزاوي فرصة لطي صفحة الانقسام. أحمد شلدان، غزة، الميادين.
أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام. ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الأردنية احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين. تقرير لنا شاهين. الأردن يفرض سيادته الكاملة على كل شبر من أراضي الباقورة والغمر، أعلنها العاهل الأردني عبد الله الثاني في خطاب العرش من تحت قبة البرلمان، لتعود المنطقتان بعد ربع قرن إلى السيادة الأردنية. انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها. الأزمات في المنطقة ألقت بظلالها على الأردن الذي دفع ثمنا كبيرا، يقول العاهل الأردني، ويعزو ذلك إلى مواقف الأردن التاريخية. الأردن يتعرض لضغوط تتعلق بإنجاز تسوية للقضية الفلسطينية لا تتوافق لا مع المصلحة الفلسطينية ولا مع المصلحة الاستراتيجية للدولة الأردنية. لذلك أراد الملك عبد الله الثاني أن يعلن ومن بيت الشعب مجلس الأمة باستعادة أراضي منطقة الباقورة والغمر استعادة كاملة، وهو يرد بذلك على المحاولات التشويش الإسرائيلية التي يقدم عليها السياسيين والإعلام الإسرائيلي في محاولة للتشكيك في الموقف الأردني. الأهم من ذلك أيضا في تقديري أن الأردن مرة أخرى مستبقا ما قد يطرح من مشاريع تسوية فيما يتعلق بالحديث عن صفقة القرن، أعلن أن الأردن لا يمكن إلا أن يكون مع حل يضمن قيام دولة فلسطينية. أي مواطن إسرائيلي يثبت ملكيته للأرض في الباقورة سيحصل على تأشيرة دخول، تقول وزارة الخارجية وتؤكد أن اتفاقية السلام أقرت ملكية 820 دونما فقط فيها، أما الغمر فهي أراض مملوكة للخزينة. لا تجديد ولا تمديد لإسرائيل في الباقورة والغمر، تقول وزارة الخارجية وتؤكد أن المزارع الإسرائيلي سيتمكن لمرة واحدة فقط من جني ما زرعه من الخضار، شرط أن يكون دخوله عبر الحدود رسمية. لنا شاهين عمان، الميادين. أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زانغانا أن الحقل النفطي الجديد هو ثاني أكبر حقل نفطي في إيران. زانغانا قدم تفاصيل الحقل كاشفا أنه يحتوي على 53 مليار برميل من الخام، يحتمل توسيعه لمناطق الجنوب الغربية والجنوب الشرقية من البلاد، ومشيرا إلى أنه سيعزز ثروات البلاد ب 530 مليون برميل بسعر فعلي ل 32 أو 32 مليار دولار. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اكتشاف بلاده حقلا نفطيا إذا ضخما بمساحة 2400 كيلومتر مربع في محافظة خوزستان، وذلك بمخزونا كما ذكرنا 53 مليار برميل. إعلان الرئيس روحاني جاء خلال زيارته محافظة يزد، حيث أكد أن إيران تقف صفا واحدا أمام الضغوط الأمريكية. اكتشفنا حقلا نفطيا في خوزستان يحتوي على 53 مليار برميل من النفط. هذا الحقل النفطي يمتد على مساحة 2400 كيلومتر مربع من مدينة بوستان حتى أوميدية. إن استخراج 1% من نفط هذا الحقل سيزيد من عائداتنا النفطية 32 مليار دولار. هذا وشيدت إيران رسميا الوحدة الثانية من مفاعل بوشهر النووي المطل على مياه الخليج بقدرة إنتاج تبلغ أكثر من 1000 ميجاوات من الكهرباء، وجاء ذلك بعد أيام على إعلان الخطوة الرابعة في إطار خفض طهران التزاماتها النووية. أحمد البحراني. قبل 8 سنوات دشنت إيران الوحدة الأولى من مفاعل بوشهر كأول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة. ها هي تشيد الوحدة الثانية منها بقدرة إنتاج 1000 ميجاوات
في ذروة العقوبات الاقتصادية عليها. السؤال الذي يطرح دائما هو عن سبب اهتمامنا بالطاقة النووية. المرشد قالها بصراحة، هي الطاقة التي تضمن مستقبل الأجيال المقبلة، وأيضا لأنها تجلب القوة والاقتدار للبلد، كما أنها طاقة نظيفة ورخيصة. لذلك سنعمل على إنتاج 20,000 ميجاوات من الطاقة الكهروذرية في السنوات المقبلة. سيكتمل بناء محطة بوشهر الثانية عام 2025 وفق اتفاقية إيرانية روسية شملت إنشاء وحدة ثالثة أيضا حتى نهاية 2027. مشروع سيمكن إيران من إنتاج 3,000 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة الذرية ومن الصمود أمام الضغوط الأمريكية. الأمريكيون لو كان باستطاعتهم منع الأكسجين عنا لفعلوا ذلك، فهم منعوا الأدوية عنا واتخذوا مسارا غير إنساني، وهذا هو الإرهاب الاقتصادي بعينه. تحملنا ضغوطهم القصوى، وهناك بعض الدول الخليجية التي تتبع مسيرهم للأسف وهي مخطئة، فهي تعيش إلى جانب إيران. وكانت الإدارة الأمريكية قد أصدرت قرارا قبل أشهر يقضي بفرض عقوبات على كل من يقدم المساعدة لتوسيع منشأة بوشهر. يشكل مفاعل بوشهر رمز صعود إيران إلى الطاقة النووية السلمية وحصيلة عقود من المفاوضات والتعايش مع العقوبات، وإذا دخلت إيران النادي النووي رسميا بعد بناء الوحدة الأولى منه فقد تسعى لترسيخ هذا التواجد في النادي بعد اكتمال الوحدتين الثانية والثالثة من المفاعل. أحمد البحراني من محطة بوشهر في ميناء بوشهر جنوب إيران، الميادين. في تونس أعلنت حركة النهضة التونسية ترشيح راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب، ويأتي ذلك في ظل إصرار الحركة على تولي شخصية من صفوفها منصب رئاسة الحكومة. مراد الدلنسي. رغم إصرار غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد على أن يكون رئيس الحكومة المقبل من خارج النهضة، أصر مجلس شورى الحركة على موقفه السابق بترشيح النهضة لشخصية من داخلها، بل أضاف معطى تفاوضيا جديدا سيخلط الأوراق ويتعلق بترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئاسة البرلمان. والمفاوضات المستقبلية بين النهضة وشركائها حول الحكومة ستأخذ في الاعتبار دعم الغنوش في هذا المنصب من عدمه. التصويت حول رئيس البرلمان زاد كذلك سيكون مؤشر مهم في معرفة من هي القوى المستعدة للتعامل مع النهضة في الحكم، أي في البرلمان وفي الحكومة، ومن هي القوى التي ترفض ذلك. فإحنا في مرحلة تعمق التفاوض، والتفاوض هذا فيه مراحل، والنهضة ماهيش مستعجلة وستعلن عن رئيس الحكومة في الوقت المناسب بعد التشاور مع شركائها. هي مناورات سياسية بحسب متابعين قد تنتهي بتغيير موقف النهضة من هوية رئيس الحكومة المقبل في صورة حصولها على رئاسة البرلمان. أما فشلها في ذلك فقد يدعم موقفها المبدئي بأن تكون رئاسة الحكومة من نصيبها. البلاد بين حلول ثلاث، إما حكومة ضعيفة، إما حكومة مصلحة أو تسمية من هذه التسميات حكومة تكنوقراط، أو إعادة الانتخابات. وبالتالي نحن أمام عملية كسر عظم وعض أصابع خطيرة جدا. الكل يريد أن يحصل على أكثر ما يمكن، لكن الكل بدون استثناء لا يريد الذهاب فيها في انتخابات أخرى. دستوريا سيكون آخر أجل لكشف الحركة عن اسم مرشحها لترأس الحكومة يوم الخميس المقبل، أي بعد ساعات من حسم معركة رئاسة البرلمان، لتنطلق بعد ذلك ولمدة شهرين على أقصى تقدير المفاوضات الفعلية لتأليف الحكومة. تأجيل مجلس شورى النهضة الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة وربطه برئاسة البرلمان يفتح المجال أمام جولة جديدة من مفاوضات الساعات الأخيرة قبل جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. في إسبانيا تصدر الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء المنتهي ولايته بيدرو سانشيز نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا، فيما مثل حزب فوكس اليميني المتطرف القوة الثالثة
في البرلمان، وذلك بعد فرز 95% من أصوات المقترعين. أما الاشتراكيون فقد حصلوا على 120 مقعدا فقط، في وقت تقدم فيه محافظو الحزب الشعبي من 66 مقعدا إلى 88، وفوكس من 24 مقعدا إلى 52. أعلنت السلطات في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في أستراليا حالة الطوارئ، فيما تستعد المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق كارثية. ومنذ مطلع الأسبوع أدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل 3 أشخاص وتدمير ما يربو على 150 منزلا. وفي بنغلاديش والهند لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم بعد اجتياح الإعصار بلبل المناطق الساحلية لكلا البلدين، وقد تسبب الإعصار في تشريد المئات وتدمير عشرات البيوت. وحذرت إدارة الكوارث في كلا البلدين الصيادين من النزول إلى البحر. نذكر بالعناوين: انقلاب عسكري في بوليفيا وسط صمت دولي، وموراليس يعلن تنحيه حفاظا على السلم الأهلي. مادورو يتهم منظمة الدول الأمريكية بالوقوف خلف الانقلاب في بوليفيا، وتسجيلات تظهر تورط شخصيات من الإدارة الأمريكية. كتائب حزب الله العراق تؤكد وجود أدلة على تدخل واشنطن في التظاهرات لزرع الفتنة، والخارجية الأمريكية تدعو بغداد إلى إجراء انتخابات مبكرة. دعوات في لبنان إلى الاعتصام أمام المصرف المركزي اليوم في بيروت بالتزامن مع مؤتمر صحفي يعقده حاكم المصرف. الرئيس السوري يرى في مسار جنيف خدعة أمريكية لتحقيق مكاسب فشل في تحقيقها بالتظاهر والإرهاب. أنصار الله تؤكد قدرتها على استهداف إسرائيل، وتشدد على أن الحرب على اليمن هي لمصلحة إسرائيلية أمريكية لا سعودية. تفاصيل أوفى على أو حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.